قبل فترة أسألك شنو حلمك؟ شنو كان جوابك؟ الطيارة رجع سحبتني بسكليت. شنو حلمك؟ ما في أجمل من الأحلام البسيطة اللي خلتنا الأقدار الجميلة إن نحققها. شو طلبت أنت؟ طيارة تحكم آيباد. قدي صعب أن تكون أبسط حقوقك في الدنيا هي أكبر أحلامك. مو بقدر مساعدة الناس بقدر ما أساعد نفسي أني أرجع إنسان زي أول. يعني حملة بدأت من المواقع التواصل الاجتماعية بعيدة كل البعد عن الأجندة السياسية، هدفها مباشرة خدمة المتضررين. إن شاء الله تعجبك. نوصل الرسالة لكل المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما احنا عارفين أن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تأثير جدا قوي. دراجة. احلموا وإن شاء الله كل الأحلام